بريء. نتيجة المعمل. امال ايه قصة ان العينة كانت غير آدمية وان العينة تم التلاعب طيب فيها في تعالى العينة نتكلم الأولى في الحتة دي لأنها حتة تثقيفية. ايوه يا ريت. بعيد عن الايه هنا او هنا. ماشي بتتاخد العينة، احنا خد بالك احنا ما بنشتغلش غير على عينتين، حلو. البول والدم. ماشي. الدم ده حديث بدأ في سنة 2000 في دورة سيدني 2000، اتاخد عينات دم وبعدين وقف شوية وبعدين رجع تاني. انما البول من ذو فترة طويلة. ماشي. انت بتاخد النهاردة من اللاعب عينة واحدة بتتقسم اتنين، ايه وبي. اللاعب لما بيخش الحمام عشان يدي العينة بيدخل معاه مساعد الضابط او المكافحة او المسؤول، واخد بالك، وبيقف معاه ولازم يبص على مصدر خروج البول. يبص على مصدر لازم خروج. لازم. علشان ما يحصلش انه يتقال ايه ده حصل تلاعب في العينة. التلاعب اللي هنا مقصود بيه ايه؟ انك هتضيف ميه. صح. فبيبقى الراجل تاخد بالك ده اللاعب بيغسل ايده قبل ما يبدا عينته. العبوه محطوطه في كيس معقب. ماشي. وما يمدش ايده جوه العبوه عشان يطلعها، عشان احتمال ان ايده بالرغم ان احنا قلنا له اغسل ايدك يكون فيها حاجه فتسيب اثر في العبوه. فيعني العمليه كلها بتبقى ماشيه سيستماتيك بشكل غير عادي، واخد بالك، بحيث ان ما يبقاش فيها اي ايه؟ حلو اي مشكله. حلو. اللاعب عطل عينه. ده احنا كده بنتكلم على حالة رمضان بالظبط. انا بتكلم على كله. طب لا، ما انا عايزين برضو نعرف ما حاجة. انا هتكلم على ماشي كله. اوكي. فحضرتك النهارده خدت العينه وغطيتها وبيطلع مع ضابط المكافحه، ما بيستناش، بيطلع معاه بره. بره بيبدا يختار ايه؟ يختار العبوه اللي هيحط فيها الايه؟ العينه اللي جابها اللي هي هتسافر. تمام. العبوه دي مقفوله. اللي هي هتسافر؟ اللي هتسافر، واحنا بنحلل في اوروبا في اصلا؟ برشلونه. لا والله. من زمان. خلاص. فايه اللي هيحصل النهارده؟ هيروح جاي بيختار العبوه، هو اللي بيختارها، مش المسؤول المكافحه اللي بيختار. بتحط له مجموعه من العبوات قدامه وتقول له اختار منها واحده عشان ما يبقاش انت وجهته لعبوه معينه. حتى ازازه الميه اللي بيجي يشربها اللي هي الميه المعدنيه، انت حاطط قدامه كميه من الازايز كتيره جدا، اختار براحته. اختار زي ما انت عايز. طب ممكن تناولني الازازه دي؟ لا، يقول له هو اسف، اللي يروح ياخدها. روح خدها. اصل هو لما اعطاني العبوه دي كان حاطط في باله ان العبوه دي فيها حاجه. خد بالك. لا، انت عايز ايه؟ عايز اسمع، روح وقوم خطوه. واحنا كنا دايما بننبه على الناس اللي هي بتاخد وبيطمن العينات بنفسه ان الازازه مقفوله مقفوله ببرشمه يعني. مبرشمه. وبعدين ايه ده انت مخطئ، يعني مش معقول كل العبوات دي صح حطينا فيها حاجه. صح. وكنا دايما اقول للولاد بتوعنا لما كنت بدربهم اقول لهم ايه؟ اعتبر ان ايديك الاثنين مقطوعين. بمعنى ايه بقى؟ ما تمدش ايدك على حاجه خالص الا حاجه واحده، الكتابه. بس. بس. هو الراجل جه من جوه ومعاه الفيسل بتاعته اللي فيها العينه بتاعته بتاعت البول، واختار هو العبوه بنفسه وفتحها مقفوله ومحطوطه جوه العبوه ازازتين، واحده ايه واحده واحده بي. بي. اوكي. تاكد ان العبوه ايه والعبوه بي فيهم بيبقى فيهم دايره حمراء اللي هي بلاستيك عشان تمنع قفل العبوه. مجرد ان هو يبدا يملا ايه ويملا بي، هو بيبدا ببي الاول اللي هي 30 مللي، وبعدين ايه اللي هي 60 مللي، وبعد كده يشيل الرنج الحمراء او الدايره الحمراء. ليه؟ عشان يقفل. وبيبدا يقفلها، بقول له حاول تفتحها بعد ما قفلها، ما تتفتحش. ما تتفتحش. تتفتح. يعني تتبرشم طبعا العينه بتتبرشم على طول، وبعدين نقول للاعب خد حاول كده تفتح العينه ما ينفعش عشان ما يبقاش فيه شكوك في اي حاجه. خلاص. طب اقلبها. مفيش حاجة. فيها ليكج او فيها تسريب؟ لا مفيش. ده وصف دقيق يا جماعة ومهم جدا جدا لطريقة اخذ العينة وكل هذه. خلاص. طيب انا كده حضرت عينة ايه بي اللي هي بناخدها الاول 30 مللي. ليه؟ عشان هي 30 مللي. 30 فلازم هي الاول. هي الاول. أوكي. والعينة ايه اللي هي 60. أوكي. واطلب من اللاعب انه لازم يفضل شوية صغيرين من البول في العبوة اللي كان هو ماليها جوه في الحمام، واروح جاي قايس الكثافه النوعيه، يا اما بقايسها بشريط يا اما بقايسها بجهاز ريفراكتوميتر. لو طلعت الكثافه 1001 او اقل، يبقى في الحاله دي المعمل هيقول عليها انها غير مطابقه. وده الكلام اللي جه من المعمل. يعني ده الكلام اللي جه من المعمل في موضوع رمضان. ان الحاله غير مطابقه، غير مطابقه، اقل من 1001. 1001. طيب بنعمل احنا ايه؟ ايه؟ ها؟ ده سببه ايه؟ يا يكون حط فيها ميه من الحنفيه، يا يكون كان بياخد محاليل، يا اما لاعب جسمه طبيعي بيفرز كميات ميه كتير جدا عشان هو بيشرب ميه كتير قوي. وده فعلا رمضان بيشرب. فالحل الوحيد انا اعمل هنا ايه؟ اقعده جنبي لمده ساعه تقريبا. وبعد الساعه اقول له اختار تاني عبوه تانيه،
ويدخل مع الراجل مسؤول المكافحه ويملاها ويرجع. في الوقت ده بيكون الجسم بدا يركز كميه البول اللي عنده. ترجع تقيسها حضرتك تلاقيها عدت الايه النسبه المطلوبه. 1001 املا ايه، املا بيه واملا ايه. طب افرض انها ما عدتش، يبقى ايه بقى؟ يختار كمان عبوه ثالثه ويرجع تاني يعمل نفس اللي عمله في واحد وفي اتنين. بقى عنده تلات عبوات، بقى عنده اربعه. الا بقى اذا كان كميه العبوات اللي موجوده مش هتكفي بقيه الفريق، فاقول له ايه، اتصل بالهيئه اللي انا تابع لها، يا جماعه انا مش قادر اكتر من كده، هم ثلاثه خلاص. اوقف الايه العينات. لكن هنا عند رمضان اخذوا واحد، الاولانيه اللي هي كانت غير مطابقه اللي احنا بنسموها اتيبيكال فايندينج، دي اللي كانت الكثافه فيها ايه اقل من 1000 واحد، اقل من 1000 واحد، واخد بالك. والثانيه كانت اكتر، كانت اكتر، فنروح واخد هل ده انقذ رمضان ان الثانيه تكون اكتر ولا ما كان؟ استنى بس، ماشي اتفضل. خلاص احنا خدنا ادي، هنقول بقى العينتين الاولانيين اللي هي A وB دي هنقول عليها واحد، والعينه الثانيه اللي هي A وB هنقول عليها اتنين. ماشي. واتبعتوا الاثنين كطرد واحد للمعمل في برشلونه في اسبانيا. المعمل بيجي يكتب لك حاجه اسمها انتجريتي كوركت. كلمه انتجريتي كوركت يعني معناها الاجراءات سليمه وكل حاجه فيها سليمه، ولكن الماده او اللي هو اليورين او البول اللي موجود ده غير ايه، غير مطابق، بنقول عليها اتيبيكال فايندنج. فروح جاي محلل العينه الثانيه اللي رايحه معاها، طلعت العينه الثانيه سلبيه. يبقى في الحاله دي السلبيه تجب الاولانيه خلصت. فده اللي حضرتك استندت اليه اول ما شفت الورقه سلبيه. طب هتعمل ايه؟ خلاص. وبعدين اتخذت منه هو عينه في شهر نوفمبر فطلعت سلبيه، اتخذت منه عينه في شهر فبراير طلعت سلبيه. اذا خلاص منتهى الكلام.